الكلام ده بيقوله بشكل أروع وأعظم الأستاذ طلال سلمان في الشروق. الوطن العربي أرخبيل من الدول المتعادية. بيقول القرار الأمريكي يتحكم ويحكم القادة العرب، ومن يخرج على هذا القرار يعاقب. على هذا فإن المبالغة الحديث عن الدول العربية وكأنها صاحبة قرار في شؤونها دي مبالغة. العرب لم يعودوا أمة واحدة، بل إنهم قد انقسموا إلى معسكرات متعادية بالسلاح أو بالقطيعة. فمن الطبيعي مع حالة الفرقة العربية الراهنة أن تصبح واشنطن لا القاهرة مثلا هي مرجعية القادة العرب، لا سيما جماعة النفط والغاز، وأن طبيعي أنها تسقط فلسطين على الطريق إلى واشنطن، بديهي. بالتالي أن يسحب تعبير الوطن العربي، أي وطن عربي، والعرب مقتتلون تتآمر بعض دولهم على بعض الآخر لحساب الأجنبي، حتى لو كان الأجنبي ده إسرائيلي. أليس من حق العدو الإسرائيلي أن يغتنم الفرصة لإعلان دولة اليهود في العالم؟ لو حضرتك شايف أو بتتابع البرنامج ده، كنا قلنا هنا في البرنامج ده يوما ما هنا إن العرب وصلوا لمرحلة أمراء الطوائف، وقلنا هنا في البرنامج ده، بس بعض الناس يقول لك أصل دي قنوات أصلها ضد أصلها مش عارف إيه، أو قنوات يعني أقوى من المخدرات، ده قالها علينا واحد النهاردة برضو من سيساوي لعين. قلنا إن العرب دلوقتي وصلوا إنهم بقوا أمراء الطوائف. أمراء الطوائف دول هم اللي أسقطوا أو سقطت على أيديهم وسطهم الأندلس. الأندلس اللي كانت قوية ومنيعة وفتية، الأمراء بتوعها أو بتوع المنطقة اتأمروا على بعض، فكل واحد بقى يروح للخواجة، أنا خدامك يا ريس، أنا بتاعك، فيتلموا على بعض يبيعوا بعض، لحد ما الخواجة نفسه ده قتلهم كلهم، قضى عليهم كلهم. النتيجة بقى إيه؟ إن بعد ما الخواجة دخل ورحل آخر أمير، النتيجة الطبيعية إنه حصلت ما يسمى بمحاكم التفتيش. فكل مسلم أو يهودي وجد على أرض الأندلس اللي هي أسبانيا دلوقتي كان بيتخوزق. لا ومش بس كده، حتى الآن أسبانيا بتحتفل بالعلم بنفس العلم اللي خدوه من آخر ملك كان بيحكم. الأستاذ طلال سلمان بيتكلم على أن الدول العربية بقت القرار في إيد أمريكا وبيدار من هناك، وأن الدول العربية بقت أرخبيل. أرخبيل يعني مجموعة جزر، أرخبيل يعني مجموعة جزر كده متناثرة ملهاش علاقة ببعض، فبقت الدول العربية كده، وده بيحارب ده وده بيحارب ده إرضاء للخواجة. الخواجة ده ممكن يكون أمريكا أو الصهاينة، وعلى فكرة مش بعيد عن بعض خالص. إذا هترضي أمريكا هترضي إسرائيل، والعكس صحيح، بدليل ان واحد من امراء الطوائف عكاشة من كومبارسات التاريخ قال لهم في 30/6 عايزين امريكا ترضى عن 30/6 كلموا اسرائيل واسرائيل تقنع امريكا، فهي عادي يعني. اللي قاله الاستاذ طلال قلناها في البرنامج ده 40 مرة، قلنا يا جماعة محمد بن زايد، محمد بن سلمان، عبد الفتاح السيسي، حفتر، بشار، كل دول امراء الطوائف كلهم. الفرق بس إن الأندلس كانت وقت دولة واحدة وكانت عظيمة 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 في الأدب والفقه والطب وفي كل حاجة في كل حاجة، لكن هم قسموها الإمارات. الوطن العربي مجموعة دول كانوا دولة واحدة، اتقسموا بقى على يد المعلم ساكس بيكو إلى دول، وصلنا لبعد من 1916 لحد دلوقتي الموضوع إيه بقى؟ وصلنا لفين؟ هل تقدم الوطن العربي؟ ده بالعكس، دول بتتخانق مع دول على الحدود، مصر ضد السودان على حلايب، الجزائر والمغرب مشاكل على جمهورية الصحراء أو ما يسمى بكده يعني، وهتلاقي تونس وليبيا نفس القصة، وبعدين السعودية تقول لك احنا هنا حق في قطر، وبعدين صدام يقول لك الكويت دي كانت تبعنا. بعد 1900 بعد 100 سنة العرب وصلوا لمرحلة انه لا مش عاجبهم حتى الحدود دي. بعد 100 سنة تقريبا، احنا اكتر من 100 سنة، احنا بعد 100 سنة واتنين، بعد 102 سنة
العرب النهارده بيعملوا زي امراء الطوائف، وكان احد لا يقرا التاريخ. وعلى راي نزار قباني فقبائل قتلت قبائل وثعالب اكلت ثعالب. العرب بيعملوا نفس القصه. وعلى فكره ما تزعلش مني وانا اسف وانا بكرر اسفي، وهو حد يزعل مني، ده تاريخ العرب قبل الاندلس، قبل الاندلس بكتير.